السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. امور يعني خاصه وتهم المنتخب داخل المنتخب، مع يعني 70% او 50% راك فايز باللقب. الكاف تدعم الفساد والفيفا تدعم الفاسدين الموجودين في الكاف، ونعرف الكره في افريقيا كيفاش دايره. العديد من المنتخب، وما تنساوش تعطونا اراءكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم، مرحبا بكم. في هذا الفيديو ان شاء الله راح نتكلموا على عدة مواضيع مهمة جدا، على تصريح أندوس بلي جمال بالماضي ونشراته بعض المواقع الإلكترونية. صراحة تصريح راح نتعرفوا عليه وتشوفوه، هل هو حقيقة من تصريح جمال بالماضي أو مجرد إشاعة وكلام فقط. أيضا باش نتكلموا على الفساد الموجود في الكاف الاتحاد الإفريقي والفساد الموجود في إفريقيا بصفة عامة. أيضا باش نتكلموا على الجدل الكبير اللي واقع في مباراة الوداد المغربي ومباراة الأهلي المصري اللي هو نهائي. صراحة مباراة فيها جدل كبير بالأخص في الملعب اللي باش يلعبوا فيه المباراة. راح نتكلموا على هذه المواضيع بكل حيادية بالمنطق وبكل نزاهة. أول موضوع راح نبداو به هو مباراة الأهلي ومباراة الوداد، ونطلب من الإخوة المغاربة أو المصريين أنهم يتهدوا. ريلاكس، ارتاحوا، ريحوا، راح نتكلموا بالمنطق وبكل حيادية، ونحبكم ماشي تسمعوني، تفهموني. المهم كان اللي يسمع وما يقدرش يفهم، ولكن حاول انك تفهم صديقي. المباراة هذه هي مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا، مباراة نهائية تلعب في مباراة واحدة وتحسم في مباراة واحدة فقط، وتلعب في ملعب واحد، يعني ما فيهاش ذهاب واياب، مباراة عندي في بلادك ومباراة الاخرى في بلادي. لا، هذه مباراة تلعب مباراة واحدة، واللي يفوز باللقب بصحته. ولكن الامر فيها اللي غير منطقي من الكاف من الاتحاد الافريقي انه هذا المباراة تلعب في بلد المنافس اللي موجود في النهائي. من المفروض انه النهائي هذا كأنه هو مباراة واحدة ما فيهاش ذهاب واياب، يديروا هذا المباراة في بلد محايد، في بلد اخر، ويكون عرس كروي. اللي ربح نقول له مبروك، واللي خسر نقول له هارد لك، وهذه هي كرة القدم. ولكن من غير المنطقي انه يتلعب في بلد المنافس اللي موجود في النهائي، لانه هذا يعطيك افضلية كبيرة لك كنت كمنافس، انك باش تستضيف في بلدك امام جمهورك وفي ارضية ميدانك، والمنافس الاخر راح يسافر عندك في الطائرة ويدير تدريبات ويدير تربص ويلعب. انت عندك الافضلية انك مريح وما تسافرش وتلعب على ارضك وامام جمهورك. يعني 70% او 50% راك فايز باللقب، وهذا الامر غير عادل تماما وغير منطقي. جماهير الوداد المغاربه راح يقول لك الان انت كجزائري راك تتكلم هكا وما راكش حاب النهائي يكون في المغرب. لا صديقي، ما تغلطش في هذه. انت كمغربي او كمشجع للوداد، لو كان النهائي راح يكون في مصر، اول المنتقدين انت راح تقول الكلام اللي راني نقول فيه انا، لانه ما تحبش باش يكون في مصر، لانه راح يكون افضليه للاهلي لانه امام جمهوره وفي بلده في مصر. في نفس الوقت المصريين ما راحش يحبوا انه يكون في المغرب، يعني افضل شيء انه يكون في بلد محايد ويكون عرس كروي ونتفرجوا نهائي يكون فيه كره نظيفه وكره جميله. وهذه حاجه اللي حبيناها واللي نتمناوها، لانه كره القدم في افريقيا باش تروح وتتحسن وتطور، ولكن في افريقيا للاسف راجعين مشاريير للرداءة للفساد. كل شيء نلعبه في الكولسة إلا كرة القدم ربي يجيب. صراحة نتمناو أن الأمور تتحسن والأمور تتطور وتصير أفضل وأكثر نزاهة، لأن الكرة في إفريقيا سمعتها صارت صراحة ما تتقالش خير الكلمة. المهم، أوقفوا فساد الكاف وأوقفوا الفساد في الاتحاد الإفريقي. صراحة فساد كبير في الكرة الإفريقية. هذا الهاشتاغ أوقف الفساد في إفريقيا راهو داير حالة ترند في التويتر، ترند في الانستغرام، ترند في الفيسبوك. برافو، تحية لكل الناس اللي فعلوا هذا الهاشتاغ، ومنهم الصحفي حفيظ دراجي والعديد من الصحفيين المصريين والأفارقة اللي تكلموا على هذا الموضوع، لأنه فساد كبير الموجود في الكرة الإفريقية. صراحة النزاهة غير موجودة، حكام يرتكبوا فضائح كبيرة، الكاف لا يحاسبهم، الفيفا لا تحرك أي ساكن
بل هي تدعمهم ومعاهم بقراراتهم، لأنها لا تعاقب هاد الحكام كما تعاقبهمش يعني الفيفا والكاف تعطيهم الضوء الأخضر باش يرتكبوا المزيد من الأخطاء ودون محاسبتهم. وللأسف هذه هي الكرة الإفريقية. العديد من الناس سابقا كي تكلم جمال بالماضي وانتقد التحكيم في إفريقيا، كل الناس تكالبت عليه سوى صحفيين أفارقة أو عرب أو أجانب، انتقدوا جمال بالماضي وقالوا له كيفاش تتكلم هذا الكلام. واليوم هاكو تشوفوا كل الناس تطالب أن الكرة الإفريقية يجب أن تكون نزيهة. احنا ماشي من اليوم نتفرجوا الكرة الإفريقية ونعرفوا الكرة في إفريقيا كيفاش دايرة. العديد من المنتخبات فازوا بألقاب وهي غير نزيهة، العديد من الأندية فازوا بألقاب وهي غير نزيهة، بكولسة بفضائح كبيرة جدا دون أي تحريك من الكاف أو من الفيفا، بل بالعكس. أنا بالنسبة لي وش راني نشوف، الكاف تدعم الفساد والفيفا تدعم الفاسدين الموجودين في الكاف. حسب موقع فيناك فوتبول، جمال بالماضي يقرر أن ينزع شارة القيادة من قائد الخضر رياض محرز. هذا حسب فيناك فوتبول، وما الصفحة هذه أو موقعهم يتكلم بالفرنسية ويكتبوا بالفرنسية وكل أخبارهم بالفرنسية. هل حقيقة جمال بالماضي صرح هذا الكلام أو لا؟ بالنسبة لي أنا، جمال بالماضي لم يصرح وما تكلمش هذا الكلام نهائيا، لأن جمال بالماضي صرح بنفسه وقال بفمه لا أحد يصرح في مكاني، وتكلم ووضح أكثر من مرة أن جمال بالماضي لا يصرح للصحافة المكتوبة أو للمواقع الإلكترونية، بل يصرح في التلفزيون العمومي الجزائر أو الصحافة الرسمية، أو يبان يعني صوت أو صورة، ولكن الصحافة المكتوبة لا يصرح من أجل تفادي الإشاعات، لأن العديد من الإشاعات يكتبوها المواقع الإلكترونية كتابيا. وجمال بالماضي لم يصرح بهذا الأمر، لأنه يسحب قائد الشارة من القيادة من محرز أو يعطيها لواحد آخر، بالنسبة لي هذه الأمور يعني خاصة وتهم المنتخب داخل المنتخب، ما عنده حتى علاقة أنه باش يتكلم فيها بالعلن أو يصرح بها. هذا الأمر بينه وبين اللاعبين، يعني أمر خاص داخل المنتخب. المهم خاوتي وصلنا نهاية الفيديو، شكرا لكم بزاف على حسن المتابعة والإصغاء، وما تنساوش ما تنساوش تروحوا للانستغرام تاعي درك، تروح انت وانتي الصورة الأولى اللي تلقاوها، باركوا لخوكم، تحية لكم كبيرة، كل حب والاحترام، السلام عليكم.